أنا خلاص الغداء صار فيني أتحلق بالدبس، جربوه لأنه كتير طيب. شو طيب؟ طيب من وين بيجي دبس الخروب؟ معقولة في كهف من ليه بقلبوا دبس الخروب؟ أو لا، يمكن من ليه الدبس بجذع شجرة. أو من وين؟ معقول الغراب هو اللي بيعطينا الدبس؟ خلينا نسأل الأصدقاء من وين بيجي الدبس؟ دفن بيجي الدبس؟ من المطبخ. من المحل؟ لا هيك ما بعرف. من تاتا؟ من السكر. بالعلبة. بيجي من تحت الأرض. أصدقائي أكيد زايرين شي مرة الكهف أو شايفينه على التلفزيون، بس ولا مرة لقينا بقلبه دبس الخروب أو أي نوع من الدبس. وجذع الشجرة كمان ما منلاقي بقلبه دبس الخروب. أما الغراب فأكيد مش هو اللي بيعطينا الدبس. خلينا نشوف من وين بيجي الدبس. هيدي هي شجرة الخروب، وهول هن ثمار الخروب. من بعد ما تنضج ويصير لونها أسود بيقطفوها بشهر أيلول وبيجففوها تحت أشعة الشمس. بعدين بياخدوها على المصنع وبيحطوها بالفرامة يلي بتقطعها وبتفرمها. بعدين بيحطوا الخروب بغرفة ما فيها ضوء لمدة شهر تقريباً. بعدين بينقعوها بالماء لمدة 8 ساعات. بعدين بيعصروه وبيغلوه على البخار لحد ما يصير دبس. بعدين بيحطوه بعلب أو أنينة وبيصير جاهز للبيع. رحلة طويلة بس بالأخير بيعطينا دبس خروب كتير طيب.